ولنقاش تفاصيل حراك حملة الشهادة العليا في العراق واعتصاماتهم الأخيرة رغم الأوضاع الصحية والأمنية وقمع القوات الأمنية لهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات المهندسين المهندس زكريا الكاظمي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. في البدء نشكر قناتكم لهذه الدعوة الكريمة، نحب نقدم الشكر لكم. نتكلم عن معاناة سيد زكريا، إن كنت تسمعني إن كنت تسمعني فقط، لو تحدثنا عن مشاركة المهندسين في التظاهرة الأخيرة التي نظمها حملة الشهادات العليا في بغداد للمطالبة بتوفير فرص العمل. نعم أستاذتنا العزيزة، أغلب المهندسين شاركوا بهذه المظاهرات، كثير من الأعداد خرجت الطالب بحقوقها، لأن أغلب المهندسين جاي يتخرجون من الكليات إلى المنازل، ما جاي نلقي أي فرصة عمل، اتجاهنا الوحيد هو بتخصصاتنا. جاي نشاهد الظلم على مدى عقود مضت، وكل الحكومات اللي مضت هي كانت شريكة بتهميش المهندسين، وهذا الظلم والإجحاف تعرض إلى كثير، وأغلب الشباب العراقي اليوم يعاني من البطالة، وخاصة كمهندسين تعبنا ودرسنا وما لقينا أي جهة تستقبلنا. أغلب المؤسسات الحكومية ما تستقبل المهندسين، كذلك حتى الشركات الأهلية قالت ما تستقبل المهندسين لأن ما تتواجد فرص عمل، ولهذا أغلب المهندسين اليوم نزلوا للشارع، خريجين شهادات وشهادات عليا، بكالوريوس ماجستير دكتوراه، اليوم يترشون للأرض ويلتحقون للسماء يطالبون بأبسط حق وهو التعيين، هو الناتج للعملية الدراسية اللي تتمثل في 16 سنة دراسية، يتعب الطالب حتى يحصل فرصة عمل ويبدع. اليوم الشباب العراقي شباب مبدع، شباب علمي عملي، يمتلكون طاقات علمية وعملية، وتميزوا بالبحوث، بحوث التخرج تميزوا بتخصصاتهم، ولكن ما وجدنا أي جهة أنه ترعى هذه الشباب، جهة أنه تلتفت إلى الشباب وتستوعب هذه الأعداد الهائلة والكم الهائل من المهندسين. اليوم يعني أغلب المهندسين هم عاطلين عن العمل وأصحاب شهادات عليا، خرجنا أنه نطالب حقوقنا فقط، ومضى على اعتصاماتنا لهذا اليوم. دخلنا يعني راح ندخل للشهر الخامس، عبرنا 120 يوم معتصمين بالشوارع، نايمين امام الوزاره، وشاركنا بكل التظاهرات، ومطلبنا بسيط انه نريد نكون شركاء بالحل، نريد نكون جزء من الحل، ما نريد نكون مشكله. ونركز دائما انه احنا اصحاب اختصاص، صاحب الاختصاص يتميز انه يلقى المشكلة، انه يلقى الحل للمشكلة. اي مشكلة تواجهها يلقى لها الحل صاحب الاقتصاد، اما اللي جاي يشوف اليوم من الترهل بالمؤسسات هم اشخاص غير اختصاص، وجاي نشاهد التلكؤ بكل المجالات، واليوم القطاع الزراعي بالعراق همينا تدهور، وقطاع شبه من عدم بسبب انه عدم دعم المهندسين وعدم اشراك الطاقات والتخصصات في مجال تخصصهم. نعم، على غرار تظاهرة بغداد كان هنالك تظاهرة للمهندسين في البصرة، مهندسي البترول الذين خرجوا في تظاهرات رغم الأمطار ورغم ظروف الوباء. كيف يفسر إصرار المهندسين على التظاهر ورفع مطالبهم المشروعة في ظل الظروف المناخية والصحية الصعبة؟ اليوم يعني اغلب المشاهدين الكرام يعرفون الاجواء اللي محيطه بلدنا، وخاصه الاجواء اليوم اجواء المطر، الهواء يعني اغلب المهندسين مفترشين للارض، فاشين وفاتحين سرادق اللي هي ما تحميهم من البرد وما تحميهم من المطر.
اغلب المحافظات العراقيه اليوم هي متخمه باعداد هائله من الخريجين. يعني اليوم نتكلم عن خريجين العراق بشكل عام وبالمحافظات بشكل خاص، كثير من الاعداد اليوم هي عاطل عن العمل، ويجب على الحكومه انه تلتفت لهذه الفئه، الفئه الشبابيه، الفئه الخريجين وخاصه المهندسين، لانهم بنات الحياه. الاعداد بتزايد، والى يومنا هذا الكليات تخرج من الدفعات والى المجهول. يجب انه الحكومه تلتفت، تردون تقللون الارهاب، تردون تقللون البطاله، تردون تقللون التخلف، انه لازم تستثمرون هاي العقول، استثمروا العقول البشريه. واليوم الشاب العراقي والمهندسين بشكل خاص هم عقول انتاجيه، ويجب انه نستثمرهم بهذا الاتجاه، ويجب على الحكومه، يعني الحكومه ملزمه انه توفر الفرص وتوفر الاماكن لتشغيل المهندسين، لتشغيل الخريجين، لان من غير المعقول انه انت تخرج اجيال كامله، دفعات كثيره، اعداد صارت بالالاف، خريجين هم عاطلين عن العمل. المفروض تكون هنالك سياسه للدوله، لازم انه نرتب تدعاليه حتى نمشي وفق نظام سياسي في هذا السياق زكريا ناجح، وان شاء الله نتمنى من الحكومات انه تلتفت الى هذه الفئه. في هذا السياق كنتم قد تلقيتم الكثير من الوعود من قبل مسؤولين في الحكومة، كيف يفسر عدم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن؟ صراحة اليوم أغلب الطبقة السياسية وأغلب المتنفذين هم وعدونا ولكن فقط بالكلام وليس الفعل. اكثر الشخصيات اللي تخص تخصصاتنا من وزراء، من اعضاء مجلس نواب، كثير من الشخصيات اللي متنفذه وعدتنا ونزلت، اكو بعض الشخصيات نزلت ولكن هم واهمون انه يهمونه بالكلام. اليوم الشاب العراقي شاب واعي، بدا انه يقرا الوضع السياسي بالشكل الصحيح، ينظر بالشكل الصحيح. اليوم الشاب العراقي يباوع للعمل وليس للكلام. اغلب اللي وعدونهم فقط كلام، وهاي قلت لك صار 4 أشهر المهندسين هم في الشوارع، ومهندسين الزراعيين كذلك امام وزاره الزراعه. اليوم الشهر الرابع ينامون تحت باب الوزاره، تحت باب الوزاره ينامون وما حد ملتفت لهم. فقط وعود، صح تفاعلوا ويانا، الوزير تفاعل ويانا، شخصيات سياسيه تفاعلت ويانا. احنا جاي نطالب بحقوق، ما نطالب بكلام، ما نريد فقط كلام، نريد كوعود. اليوم من ينزل وزير ينزل شخصيه متنفذه، عليه انه يكون ملزم بقراراته وملزم بالوعود اللي يمضيها. نعم. شهدت مختلف السياسيين اليوم انه يتكلمون بالاعلام فقط وماكو انه فتشي عملي واقعي. مختلف تظاهرات شهدت قمعا من قبل القوات الأمنية دون مراعاة للمتظاهرين من حملة الشهادات العليا والذين هم من الكفاءات الوطنية. ما دوافع استخدام العنف مع الكفاءات التي تطالب بأبسط الحقوق الأساسية؟ هذا إن دل على شيء انه يدل على انه العجز. انت عندما تواجه انه بالقمع يظهر انه انك عاجز عن تقديم اي من الحلول، اي حل من الحلول انه انت عاجز تقدمها، ولهذا تواجه بالقوه. والاشخاص اللي اعتدوا على المتظاهرين هم ما نحسبهم على المنتسبين بشكل عام، يعني ما نحسبهم على الابطال اللي حموا بلدنا، ولكن هم اعداد تجاوزوا على المهندسين، تجاوزوا على الشهادات العليا. واليوم اذا لاحظ انه سبب شراره المظاهرات، سبب شراره تشرين، هو الاعتداء على اصحاب الشهادات العليا. ولهذا نقول اذا ما يحترم الشخصيه العلميه في البلد، اذا ما تحترم فالبلد بشكل عام انه غير محترم وغير مقدر. لان اليوم انت من شخصيه علميه تعبه على نفسها ووصلت للدراسه، وكل هدفه انه يقدم خلاصه تعبه ويقدم خلاصه العلم اللي اكتسبه والمهارات اللي اكتسبها، يرد انه يود انه يكون
شريك بالحياة يريد أنه ينقل حلول، ولكن اليوم مدى نشاهد أي جهة أنه تستقبل هذه العقود، تستقبل هذه الطاقات، وهذا الناتج أنه الطبيعي عندما يكون في هرم السلطة أو تكون السلطة هي غير مؤهلة للقيادة. نعم. ولهذا تكون هذه النتائج. شكرا جزيلا لك المهندس زكريا الكاظمي، ناشط في تظاهرات المهندسين، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.